السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير، يسعد صباح كل واحد عنده صباح ويسعد مساء كل واحد عنده مساء. في البداية بشكر 9000 اخ واخت، اهلا بيكم والله، شرفتوني ونورتوني بفضل الله ثم فضلكم. وصلنا 9000 رحال، شكرا 9000 اخ واخت. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. راجع لكم بفيديو جميل خالص، فيديو اسري، فيديو عائلي لمكان جنة من جنة الارض. المكان ده موجود فين؟ خليكم معنا. النهارده بمشيئه الله احنا طالعين رحله اسريه، هيبقى فيها صيد برضو بمشيئه الله. زي ما انتم شايفين كده احنا في مدينه رشيد، طبعا ده المدفع ده بيبقى على اول المدينه. رايحين مكان باذن الله غريب خالص، اول مره هتشوفوه في حياتكم، انا متاكد من كده، وان بعض الظن اسم يعني. برضو هنصطاد في المكان ده، هننزل الميه، مش هتتخيلوا المكان ده محطوط فين. يعني قبل ما نوصل للمكان هنوري لكم المناظر اللي احنا داخلين عليها، وفي صناديق سمك وبعد كده هنوصف المكان. ان شاء الله نتمنى ان رحلتنا النهارده تعجبكم. انا معايا طبعا الباشمهندس يحيى الكوماندا، احلى يحيوحه معايا. اللو ايوه اللو اللو على طول تقول لي ايه، اشتروا لايك اشتروا لايك. ومعاه طبعا الحاجه امي منوراني، ربنا عزاه. ان شاء الله يبقى فيديو كويس، خليكم معانا. الفيديو ده يعتبر احتفال بال 9000 برضو، انا عشان طلعت كام جمعه كده صيد لوحدي، فان الاوان ان الايه الاسره برضو تاخد حقها. خليكم معانا ان شاء الله، الفيديو بتاعنا كويس ومسلي. الدخله دي دخلت مزاد سمك تجاري في رشيد، المراكب بتدخل عليها تفضي السمك على طول. هنا دي دخلت البرج، ان شاء الله هيبقى نعمل فيديو هنا ان شاء الله، بس مش النهارده يعني. فيديو كده احنا رايحين نتسوق سمك، وان شاء الله نصور لكم الدنيا ايه ماشيه ازاي هنا ووضع ازاي. منوعات رحاله بقى يا جماعه، ما تنسوناش طبعا لايك. ايوه، واللي مش مشترك يشترك عندنا في القناه. شايفين الطريق اللي انا ماشي فيه؟ مش هتتخيلوا بقى المكان اللي احنا هنقعد فيه بعد اللي انتوا شايفينه ده. هتتخيلوا منظر حلو قوي. في كمان لو عايز تطلب شاي واكل وسمك وجمبري وكابوريا وكل حاجات السمك. المكان اللي احنا داخلينه ده، دي نقطة بوغاز رشيد او نقطة سروح المراكب، دي الميناء بتاعت رشيد اللي المراكب دي بتسرح منها. كل المراكب اللي انتم شايفينها دي عشان تسرح تعدي الجنب ده لازم تدخل تمضي هنا. طبعا يا جماعه احنا كده بمشيئه الله وصلنا لمطعم وكافيتيريا وبلاج الحاج ربيع البراوي. المكان ده يا جماعه في برج رشيد،
زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، مكان مخضر بالخضره. الجنب اللي فوق الجنينه اللي فوق ديت لاي قعده عائليه لاي مناسبه. تحت في بلاش لاخر النيل فرع رشيد، المكان اللي هو مخلط بميه البحر. في الوقت نفسه المكان القعده اللي تحت ديت ده مصيد رهيب لسمك القاروص، حاجه في منتهى الجمال. بالنسبة للمطعم يا جماعة وأسعار المكان عشان يبقى عندكم خلفية، المطعم بيشتغل لأسماك البحر بس. أنا بصراحة أكلت بوري، هنقي دلوقتي. سعر كيلو البوري مطبوخ برزه بسلطاته 150 جنيه، سعر الكيلو. أي حاجة ساعة تطلبها ب15 جنيه، الشاي والقهوة ب10 جنيه، ولو طلب منك قعدة قول له أنا تبع سامح الخوالقة، لان هو ساعات هو في المكان ده ليه عرف، اللي يقعد وما يشربش بيحاسب على ثمن القعده، اللي يقعد وما يشربش وما ياكلش بيحاسب على ثمن القعده، واللي ياكل ويشرب ما بيحاسبش على ايه، على ثمن القعده، بيحاسب على اكله وشربه بس. طبعا بتنقي السمك بتاعك ونخش نطبخ ايه قدام منك. كيلو وربع سمك ب 150، كيلو ب 150 برز وسلطات. خلاص توكلنا على الله. بقول لك يا عم ربنا عايزك تعد رقم كده للفيديو. عم ربيع البراوة يا جماعه هو المتعاقد المكان هنا، رقمه 0170 154 154 72 72. هنسيب اللوكيشن برضو بتاع المكان. حبيبي عم ربيع شيف كوك بتاعنا المحترم اهو، اضحك الكاميرا شيف. معرفش. يلا الله يعينك. ايه؟ على صعب منهم وانت رح حميه في الميه؟ لو خد لي والله كلب منهم وانت رح حميه في الميه؟ كلب بتعرف تقول. اتفضلوا معانا اخواتنا، اتفضلوا معانا الف هنا وشفا. بسم الله بسم الله. ادي على الله. المكان ده بقى يا جماعه بسم الله ما شاء الله مصيد جبار لسمك القاروص، حاجه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الله يديم خير المكان عليه يا رب. انا طبعا بعد ما خدت حظي من الاكل ونزلت البحر مع الاولاد وكده، جاء معايا وقت الصيد، كنت واخد معايا طرد ابو جراب وطرد مشرشر. هننزل بقى نصطاد شويه، هنوري لكم الكام سمكه اللي احنا اخدناهم باذن الله. خليكم معانا شوفوا بس المنظر، الوقفه ومنظر البحر، المايه جميله خالص، حاجه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ترجمة نانسي قنقر.
حتة نقطة يا ربنا ان شاء الله يعني هيبقى فيه سمك حلو ان شاء الله، بس دي مش هنرميها طبعا. ايه ايه بس دي سوية، بس دي سوية. ايه ايه من هنا بس دي عدتي. طيب اتفرجي عليها في التلاقة. اول استفتاح عيد اللي هو الله كريم يعني سديه كده. ها صلاة النبي. المكان بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله كان كله خير والله، ربنا كرمني الحمد لله رب العالمين. خدت كام سمكة حلوين بس ما عرفتش نصور مباشر طبعا، وما حبيتش نعيد اللقطات ان هو اليوم في الاساسي رحلة، فبمشيئة الله هنكرر ان شاء الله اكتر من يوم في المكان ده، وهنرجع بمشيئة الله بعدة اقوى وطعم افضل بمشيئة الله، وان شاء الله هنعمله اكتر من فيديو في المكان ده. اتمنى من الله ان الفيديو يكون عجبكم. تحياتي لحضراتكم، متنسوش طبعا تدعمونا بلايك، واللي لسه اول مره يشوفنا يشترك عندنا في القناه. كان معاكم اخوكم سامح الخالق وقناه من عطر حاله. تحياتي لحضراتكم والسلام عليكم. انا صبت سمكه وطلعت سمكه كبيره يا دي. انت نسيتها كده، انت نسيتها بابي اهي نسيتها من نسيتيها. Thank you.